اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من اكله امي. النهارده مع بعض من خلال السوشيال ميديا وبنتابع فريق السوشيال ميديا قال لك يا شيف مغازي شبعنا لحمه، كنا لحمه كتير وبصراحه انت ما قصرتش معانا، الفته وعملناها، حلويات الخروف وعملناها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل اكله سمك بناء رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. والطلب مننا للامانه في بعض الاطفال طالبين مكرونه نجرسكو بالجمبري، هي لها مدرسه كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي. والشطاره ان المكرونه ما تشدش منك عشان ما تبقاش مجلده، يبقى الجمبري له شخصيته والمكرونه لها شخصيتها. معانا النهارده سمك الفيليه بتاعنا او الجزل او ممكن نجيب اي نوع سمك نعمله كبسه، بس انا اخترت النهارده سمك القشر البياض. جزل قشر بياض دي بتتباع في اي بتاعه حلقه سمك، انا جبته النهارده معايا. ممكن تشتري كيلو، نص كيلو، 3 كيلو حسب عدد افراد الاسره. نشوف ازاي نعمل الكبسه بالتوابل العربيه، حاجه لطيفه وجميله وكمان الطعم بتاعها بيكون واخد الطعم العربي. الفكره بقى اللي جات لي النهارده الكابوريا المقليه بالسمسم، ازاي نقلي كابوريا ونقزقز كابوريا بالسمسم وتبقى لطيفه وجميله. نقدم معاها كاتشب، نقدم معاها مايونيز، سويت اند صور حسب الرغبه. كابوريا مقليه من الاكلات الجميله اللي الاطفال هيحبوها. دايما الكابوريا لما تكون غطسانه في صلصه او صينيه شكلها يخوف شويه، اما لما تكون مقليه بكفر لطيف وحلو بتبقى بنت عم الجمبري. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي. ما تنسوش طبعا كمان معانا النهارده الفروت سلطه بطريقه جديده هنعمله بالشربات وبعصير الليمون، حاجه جميله عشان نحافظ على لون الفواكه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. مقادير المكرونه النجرسكو على الشاشه. وايت صوص يعني بشاميل خفيف، حلو الكلام. معانا كمان جمبري لحم، ومعانا تومه، بصل، زعتر، شويه شمر حلوين عايزهم في المكرونه، مكعبين من الزبده لطاف وجمال. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. هنحط مع بعض هنا شويه زيت صغيرين، مع مكعب زبده محترم، حلو، ومعانا تومه بنتبلها كويس بالبهارات بتاعتنا، اولهم زعتر. دي المكرونه نجرسكو المقادير على الشاشه، وكمان شويه فلفله وبابريكا، الكركم اساس النجرسكو، حلو، ملح وفلفل. دول اللي يا عم الشيف ده للجمبري، اللحم بتاعنا ده كده زي الفل. عايزك تعمل المكرونه دي لاولادك النهارده، هينسوا اللحمه اللي كلوها في العيد. وبمناسبه بقى لحمه العيد وبمناسبه زحمه اللحمه، الباب يخبط يجي لنا كيس لحمه. احنا المصريين الكرم والجود وهدايا اللحمه في العيد، فعايزين نتخلص من مشاكل الدهون ومشاكل السمنه بقى اللي ممكن احنا ايه كام يوم ورا بعض لحمه وفته. هي حاجه بسيطه خالص، اكله سمك يا اما سمك مشوي، والسمك عموما بالمجمل يعني بيكون قليل الدسمه شويه، حلو الكلام، يا اما ان احنا كمان بلاش فراخ ولحمه كده لمده 3 4 ايام نقضيها فيجيتيريان. خضار عليكي بالكوسه، بالطماطم، كوسه بدبس الرمان، محشي كرنب مثلا، او محشي كرنب. تقول لي يا شيف انت بتقول لا، محشي كرنب بالخضار اللي هي الخضره بتاعه المحشي، كرنب وخضره، شويه رز بساط، بقدونس، طماطم، الطريقه اللطيفه الجميله. او محشي يالنجي اللي هو الورق العنب بتاعنا بتاع اخواننا السوريين، برضو بالخضار. الحاجات اللطيفه نركز فيها، اهم حاجه الخضار والفواكه، عليكي بدول. تقريبا يعني نتخلص بنسبه تقريبا 50%، لان احنا مش كله في يوم واحد، فنركز شويه على الخضار والمشاكل الفواكه بتاعتنا الجميله الحلوه. وعندنا طبعا مشروبات، عندنا بقى خد عندك الحاجات اللي عملناها مع بعض، سموز البطيخ، حلو، الكيوي مثلا مع الموز، المشروبات اللطيفه الحلوه دي كده. انا عملت حاجه لطيفه من كام يوم، من فتره قبل العيد، كان اللي هو البطيخ اند صودا، كان لطيف وجميل، ده عليك بيه زي الفل. هتجيب البطيخ تقطعيه مكعبات صغيره بعد ما تشيل اللب، وتحط عليه شويه صودا، وتحط عليه ورق نعناع متقطع مع سلايز من الليمون وشويه سكر صغيرين، وتقلبهم مع بعض. الف هنا وشفا. طيب معانا النجرسكو، شايفين الجمبري كده جاهز زي الفل، ومعانا الوايت صوص بتاعنا. هناخد المكرونه ونسلقها. سلق المكرونه للنجرسكو مدرسه، لازم المكرونه تستوي هنا نص سوا. بنحط شويه زيت صغيرين، حلو، وشويه ملح. وتعالوا نحط المكرونه دي ايه تفك نفسها كده بالشكل ده كده، يلا
تمام. وبعد ما تتسلي المكرونه دي نص سله هناخدها ونكملها مع بعض ونشوف نعملها ازاي. على المكرونه ما تستوي والجمبري هنا جاهز والوايت صوص بتاعي جاهز، نخلصها كمان الاكله دي علشان نفضل قلي الكابوريا، لان الكابوريا مش تاخد وقت كتير معانا في السوق. معانا الكاسرولة بتاعتنا اللي هي الازاز، باخدها كده زي الفل. ومعانا سلق المكرونه الطيبه الحلوه، اللهم صل على النبي، جواها كابوريا يا عم الشيف، ونشوف هنعمل ايه. ايه بميتها كده، اه شفت الجو ده كده، ده طالع لي الكابوريا دي اللي انا بتكلم عليه. دول مهمين جدا، دول ما تفرطيش فيهم، اسمعي نصيحتي وخلوهم عندك في قلب الثلاجه، هتستخدموهم استخدامات اخرى كتير. اه حلو، مهم جدا. هتجيبي شويه فيليه، شويه جمبري، تطحنيهم كفته سي فود وتحطهم في قلب الكفر ده، وتعملي طبق جديد لاولادك واسرتك وضيوفك. كابوريا. وبعدين على فكره لما انا حطيتها مع الشوربه هنا، للامانه ادت فليفر عالي للشوربه اللي انا سلقت فيها المكرونه. في تاني هنا لسه؟ الله، ده النجريسكو، شايفين الجو ده كده؟ حلو قوي. المكرونه ريحتها جميله، ريحتها يود، ريحتها جمبري، ريحتها كابوريا. القشريات دي لما بتحطيها تغلي في ميه بتديكي فليفر عالي جدا، التست بتاعها قوي. ياخدنا ويروح في مكان تاني خالص. دي المكرونه الجاهزه، حلوه قوي. هنشيلها من هنا بقى خالص عشان نشوف الدنيا معانا، وناخد البشاميل الحلو ده كده نسقطه هنا اهو، ونخلي شويه عايزه، ما ناخدش الكميه كلها. ناخد الجمبري بتاعنا، كل دول مع بعض يا شيف، كل دول مع بعض، ونعمل عمليه تقليب كده صغيره. اهي هي النجريسكو سهله كده يا شيف. اه جمبري وايت صوص، كانك عامله مكرونه بالجمبري، بس هي الفكره كلها امتى هنضيف الجبنه. اه جمبري عليها، لا ياكل بألف هنا وشفها. اهم حاجه الطعم بتاع الصلصه بتاعت الجمبري. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا جبنه موزاريلا لسه يا فندم، نقليها بس نخلص ده. عينيا الاثنين، حاضر. هناخد ده كده نحط عليهم شويه حليب، حلو قوي كده. شفت الجو ده كده؟ حليب، جبنه، الجو ده مطلوب، ونسقطهم على وش النجريسكو بتاعنا. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لازم دي تعملها كمان لاولادك النهارده. آه. كل ده يخش النار دلوقتي واحنا مع بعض كده. آه. كل ده يخش النار، اللهم صل على النبي. اه اوعى تحط بيض، خلي بالك. المكرونه هنا اتفقنا مع بعض نص سوا، والجبنه الموزاريلا قلبناها مع البشاميل ونزلت في قلب الكاسرولة. كل اللي انا هعمله دلوقتي هحط عليها شويه زعتر وادخلها الفرن واحنا مع بعض كده اهو، سريعا، اللهم صل على النبي. الطبق ده يعني بهديه طبعا لكل الاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي ومامي. اهو الزعتر كده على الوش، اهو بألف هنا وشفا في الفرن. اه عينيا، حاضر، حلو الكلام. هناخدها زي ما هي كده. مهم جدا الطبق اللي انت هتقدمي فيه يبقى شكله رايق وحلو. شفت الشكل ده كده اهو؟ تعملي صينيه مسقعه، المسحه دي مطلوبه. تعملي صينيه بطاطا حلوه، المسحه دي مطلوبه. تعملي صينيه مكرونه بشاميل، المسحه دي مطلوبه. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف. مكانها فين دي بقى؟ مكانها فين؟ هو ده. صلى على الحبيب وانظر لها نظره الوداع، ايه الجمال والحلاوه ده؟ ده انا متابع بقى، اهو ده. نقفل الفرن بتاعنا، ايه الجمال ده؟ معانا وقت ولا نبص على الفرن؟ طيب يلا احنا هنقول اللي عملنا ايه عشان عايزه بس تاخد لون شويه. المكرونه زي مثلا الكبسه بتاعت النهارده، لما انا بحط السمك ما بين الرز وبعضه، خلي بالك. اه مكرونه النجريسكو هنطلعها لونها كده حلو، للامانه هي اصلا واخده اللون الفسفوري من بدايه ما حطيت كعب الكابوريا
او الكفر بتاع الكابوريا في قلب الميه وهي بتغلي. هنا يا شباب. اه حلو قوي. نجرسكو على الشاشه جواه جمبري مخلوطه بالجمبري وشايفينها طالعه لسه من الفرن بتغلي. وعايز اقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية وكل الناس اللي بتتابعنا، الناس الطيبة واللي بتدعي لنا واللي بتقول لنا كلام حلو. بشكركم، أنا دخلت على السوشيال ميديا وبتابع، أنتوا عارفين أجازة بقى، فبشكر حضراتكم لكل التعليقات وكل الكلام الحلو اللي أنا شفته على السوشيال ميديا. بوجه لكم التحية والشكر إنك تمسكي تليفونك أو تشغلي وقتك وتكتبي كومنت وتشكرينا، دي حاجة كبيرة عندنا على فكرة. والكلمة الطيبة زي ما دايما بقول كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. كل سنة وحضراتكم بخير، وانتظروا منا إن شاء الله المفاجآت بإذن الله مع بداية الأسبوع كالعادة، نتخلص من الدهون والدسامة بتاعة الأكل وبتاعة حلويات العيد، اللي هي مش حلويات العيد اللي هي الحلويات بسبوسة وكنافة، لا حلويات العيد اللي هي بتاعة الخروف اللي هي الكرشة بقى والممبار والسجق ولحمة الراس والكوارع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. والنهاردة حبيت أعمل لكم سمك، وكل سنة وحضراتكم بخير. رؤية، فن، إبداع، حتى مع أكلة السمك. كلام ده منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.